بالنسبه لقضيه التذاكر ديال الماتش ديال ما بين المنتخب والبرازيل، راه ما عرفناش كيفاش وقع ما بين الساعه وجوج ساعات، معنا ان التذاكر ما بقاوش. يعني بغينا نعرفوا شنو وقع، واول حاجه وثاني حاجه هي خصنا نشوفوا التذاكر فين مشاو، بغينا نعرفوا السبب فين مشاو، وعلاش ما بينو مناشي، واذا كان شي احتكار ولا شي سوق السوداء هو اللي غيكون المشكل في هادشي هذا. 100 درهم وصلنا 700، راه واصله كثار، راه كنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي راه واصله حتى 700 درهم حتى 1200 درهم، راه هادشي بزاف، وكنتمنوا السلطات يتدخلوا في هادشي هذايا، هادشي اللي بغينا ونطلعوا ان شاء الله، غنشوفوا غنطلعوا غنشوفوا نجيبوها بشي ثمن ناقص. الحقيقه زعما كل ورقه غاليه، سمي عدوا بها 30 اورو 30 فرنك ديالنا، بعداك يعني الواقع غلوها بزاف، يعني ب 700 درهم او لا متر ب 80 فرنك نساحت، زعما ما كنكذبش عليك غاليه بالنسبه لنا حنايا، غاليه الشباب المغرب التطواني غاليه علينا، ورمضان هذا مصاب اخر مصاب تكفل ب 30 فرنك ب 25، ما يكونش الشعب ما حب بعطيتهم كره قدم المغربيه التطوانيه. ايوا يخلي الحريره ويخلي التمر يمشي يتفرج في التلفازه ب 1000 فرنك في القهوه، راه هي القهوه يتفرج مع راسه ويجلس مع راسه، علاش ماشي يتكلف ويش يطلع يحضر مباراه مع البرازيل ولا شي حاجه، شي غالطين. نطلع حق الورقه غاليه اخي ديالي غاليه. الخوا ديالي والله ما كرهنا الصراحه، ولكن انت عارف ورقه كانت ب 100 درهم دابا رجعوها 700 درهم، اللهم هذا منكر اخي والله. وين نقولوا باللي كيديو غير الاثم الصراحه، كيديو غير الاثم، كتشوف بنادم مسكين فهمت كيتهزق الله 100 درهم كيعدلوا له 700 درهم، راه بزاف الصراحه والله، من احسن بنادم فهمت يتقي الله شويه. الصراحه الطريقه باش نزلوا بها الورق ما كانتش الطريقه مزيانه، مع عند الجامعه كان عليهم نزلوا بالدفعات على الاقل بعد ثلاثه دفعات، تش سمعنا اللي نزلت هي نزلت في الدفعه الاولى 40000 ورقه، كان عليهم نزلوا الدفعه الاولى الدفعه الثانيه باش بنادم كيقدر يشري. دابا الوراق خرجوا دفعه واحده، خرجوا من السوق السوداء، دابا تسقسي على الورقه كيقول لك 50000 وكذا، بنادم ماشي في استطاعه ديالو يشري الورقه ب 50000، بصنف هاد المدينه هذه في تطوان اللي ما كاين لا خدمه لا والو باش تشري الورقه ب 50000، او هذا ما كان. هاد الامر هذا راجع للدوله ان ما كتحكمش في الاقتصاد الدري ديالها وخصها تضبطو، وهذا راه من غير الطبيعي اننا عندنا في 2023 ونعيشوا هاد التسلط هذا، هذا راه المسؤوليه ديال الجامعه ديال طنجه هي اللي خصها تحرص على التنظيم ديال المقابله وتحرص على بيع التذاكر، وماشي في اخر المطاف انها تنفذ التذاكر والمشجعين يتفرجوا بثمن غالي، الدرويش مصاب يتقاد مع الزمان، دابا رمضان والغلا هذا وكل شيء غالي، اللي عنده مقهور لا سي الدرويش. دابا هما ما عندنا ما نقولوا لهم، حيت هما الهدف ديالهم شنو هو؟ هو الربح، واخا تقول له زعما يتسوق لك ما يتسوق لك شي، هو الهدف ديالو هو الربح، التاجر عمرو كيفكر في المستهلك، كيفكر في راسو شحال يربح، اما تقول له راه الله هو عارف راه الله وغيتحاسب، يقول لك انا دابا نتوب، هذا هو الاشكال اللي عندنا. اعتذار التذاكر راه القضيه معروفه، بحال التذاكر بحال الخطبه بحال كذا، راه ما كاينش مراقبه، اي حاجه ما كاينش مراقبه، اعمل ما بغيتي. كاهي ويغوتوا الناس بحال الكره بحال كل شيء، الكره الورقه كتعمل 100 درهم دابا وصلت 500 درهم. كيفاش ما كاين حتى واحد كيراقب هاد الشيء هذا؟ الكرة راه ماشي سهلة، الرياضة ماشي سهلة، الرياضة خصها يكون تابعينها الناس ديالها ومراقبة بهاد الشيء هذا، صافي بس الدعم ديالها ومتبوعة، ما كاينش اللي كيهضر عليها. مرة أخرى باعوا لهم الورقة في دول الناس قلبوا لهم فيها البيع، دابا هم كيقلبوا فيها البيع، الورقة كتكلع من 100 درهم، دابا ولات كتعمل 500 درهم، السوق السوداء. أما بقاتش الكرة ولاو فيها تبزنس ولا فيها كوميرس ولا فيها التجاره، الناس كتشوف الربح ما كتشوفش الكره ولا المنتخب ولا البرازيل. اليوم الناس كتدبر على راسها، تابعين عاد تابعين على الشكاره، دابا مول كرش بوكريشا هو اللي لاعب اللي كرشو كبيره، ها هو اليوم معنا في الكره، غدا يدخل معنا الخضره، من الخضره يدخل معنا اللحم، احنا ماشيين معاه، تطرطق له كرشو
والدعوه بكم من الله. رانا شي نحضروا مباراه المنتخب، ثم كتعرف الجمهور كامل مشتاق يشوف المنتخب ديالو من بعد ما مستوى اللي قدموا في المونديال، ولكن للاسف كيف ما كيعرف الجميع دخلنا كاملين فحال كاع الجماهير كانت تسناو النوبه ديالنا، التيكي والو ما عرفناش الموقع مالو، بقينا تقريبا النهار كامل والو التيكي والو ما عرفناش فين كاين المشكل، واش باقا شي دفعه اخرى ولا صافي ساله، وهادشي اللي بغينا نعرف بزاف. وهذه رساله زعما هاد الجمهور، اي واحد ما يشريش من عند صحاب السوق السوداء باش ما يعطيهم شي فرصه يزيدوا يعلو في الثمن، وان شاء الله يكونوا باقيين شي دفعات ويعملوا شي حال لهاد المواقع هادي باش تكون فيها سهوله وتيسر الجامع اللي يقدر يشري بالثمن اللي حاطين الجامع. استغلاليين كاينين في جميع المجالات، كينتهزوا الفرص في حياته باش يترزقوا على طهر الشعب وعلى طهر الجمهور اللي هو الغالب ديالو من الشعب الطبقه المتوسطه والكادحه اللي كتبغي تفوج وتروى على النفس ديالها، ولكن هاد استغلاليين وانتهازيين كيستغلوا الفرص في حياته باش يحرموا الناس من هاد الشيء. كيف كيعرف الجميع كاين واحد المباراه كبيره اللي غادي تشهدها مدينه طنجه والمنتخب البرازيلي مع المنتخب المغربي، كتجي بعد واحد الاداء كبير اللي قدمه المنتخب المغربي في مونديال قطر، وهذه المباراه اللي كنا كنتمناو نحضروا فيها، كنا كنتمناو باش نحتفلوا مع اللاعبين والاطار الوطني وليد ركراكي، ولكن تفاجأنا بسوء، كيف كنقولوا سوء المعامله في التذاكر، لان النهار اللي تفتح السيط بكل صراحه نهار كامل هو مبلوكي، نهار كامل حنا كندخلوا من اجل باش نقطعوا الورقه ديالنا كيف كنقولوا باش نحضروا هذه المباراه، ولكن كنتفاجئوا بالسيد دابا ساعه واقف مبلوكي، وبكل صراحه والشيء اللي تاسفنا له هو بعد ساعات قليله قال لك باللي تمت نفذ التذاكر بواحد الصفه كبيره، وحاليا كيدوروا في السوق السوداء التذكره ب 100 درهم وصلا 400 600 700 درهم و 1000 و 500 وصلا 2000 3000 درهم. بكل صراحه كنطلبوا من السلطه تدخل باش ما يكونش هذا السوء، كنعتبره سوء تدبير، وواجب على المسؤولين وواجب على السلطه تدخل باش ما تبقاش هذا السوق السوداء. بكل صراحه كنتفاجئوا، احنا من حقنا نحضروا مباراه بالثمن التذكره الاصلي ديالها، ومن حق اي مواطن يحضر المباراه وما يكونش هاد كيف كنقولوا هاد السوق السوداء اللي كتسيء للبلد ديالنا وكتسيء للنظام ديال المباراه.